أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد أن كانت المؤشرات تقول إن الحكومة والسلطة الشرعية قد عادت بشكل نهائي إلى العاصمة المؤقتة عدن والبدء منها في عملية إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة وتكريس وجودها في الداخل في مواجهة سلطة الإنقلابيين في صنعاء، تأتي العملية الإرهابية الأخيرة لتعيد الحديث عن هذه القضايا إلى البداية. هل ستستمر الحكومة في عدن؟ وما هي قدرتها على مواجهة الإرهاب في المناطق التي تسيطر عليها؟ بعد فترة هدوء نسبية في العاصمة المؤقتة عدن، عاد الإرهاب يضرب مجددا في المدينة مع عملية انتحارية أوقعت 47 شهيدا من العسكريين. تزامنت هذه العملية مع تصاعد وتيرة أعمال إعادة تنظيم الحياة في المدينة ومساعي الحكومة لتفعيل المؤسسات وأجهزة الدولة من العاصمة المؤقتة، كما جاءت العملية في وقت تبحث فيه الأمم المتحدة عن تقييم الحالة الأمنية في عدن تمهيدا لانتقال عدد من منظماتها إليها للإشراف على العمل الإنساني في عدد من المناطق القريبة منها، وهو ما يجعل هذه العملية تصب في سياق عرقلة تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها في المناطق المحررة، وهو الهدف الذي لطالما عملت عليه سلطة الإنقلابيين في صنعاء وخلاياها الإرهابية. ويبقى السؤال قائما، كيف ستتعامل الحكومة مع وضع كهذا؟ قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. عدن بوابة استعادة الدولة اليمنية وخط بداية السباق الرامي لتثبيت أقدام سلطة الدولة في معركة البقاء ضد الإرهاب بشتى أشكاله، ما إن تبدأ جراح المدينة في التعافي حتى يستهدف الإرهاب من جديد. عمليات باتت مكررة بنفس الشكل والطريقة والأهداف ذاتها وحتى أماكن حدوثها. عشرات الجنود سقطوا ضحية العملية الإرهابية التي استهدفت تجمعا للجنود أثناء تسلمهم رواتبهم أمام بوابة معسكر الصولبان في قلب مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة. استمرار العمليات الإرهابية بالطريقة ذاتها في ظل الانتشار الأمني في المدينة يلقي بالكثير من الظلال حول هوية منفذ العملية وأهدافها، وعلى الرغم من سرعة تبني تنظيم داعش للعملية الإرهابية ونشر صورة منفذها، إلا أن أصابع الاتهام غالبا ما يتم توجيهها إلى ما هو أبعد من ذلك باتجاه الفاعل الرئيسي في كافة الجرائم التي يتم ربطها مباشرة بالمخلوع صالح والأجهزة التي كانت يوما هي من تحرك خلايا الإرهاب تجاه خصومها لتحقيق أهدافها المختلفة. العملية الإرهابية تزامنت مع إعلان الأمم المتحدة البدء بعملية تقييم الحالة الأمنية في المحافظة تمهيدا لانتقال عدد من منظماتها إليها للإشراف على العمل الإنساني في عدد من المناطق القريبة. عملية التقييم التي من المتوقع أن تستمر لمدة 6 أشهر جاءت عقب دعوات متكررة من قبل الحكومة اليمنية ترتكز على فكرة الاستقرار الأمني وجهوزية مواقع الخدمات والدعم والتحقق من سلامة وصول الطائرات التي تحمل المساعدات والموظفين. تحديات كبيرة تواجه السلطات في عدن التي باتت أخيرا تحتضن الرئيس هادي ورئيس وأعضاء الحكومة وسط خشية من أن تكون العمليات الإرهابية تستهدف فكرة استقرار القيادة السياسية للبلاد في المدينة، خصوصا وأن هناك سابقة أدت لخروج الرئيس ونائبه قبل أكثر من عام بعد تفجير استهدف مقر إقامة الحكومة. الرئيس هادي عقب الحادثة كلف رئيس الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في الجريمة وكشف ملابساتها، مؤكدا أن الجريمة لن تثني الحكومة عن المضي في مواجهة الإرهاب واستعادة الدولة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة من المكلا مع ناطق باسم الحكومة راجح بادي. مرحبا بك سيد راجح. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد راجح. تزامنت العملية الإرهابية الأخيرة مع تواجد الحكومة وجهود حكومية متسارعة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة. ما كيف نفهم هذا التوقيع، وهل ستؤثر هذه العملية على جهود الحكومة؟ مساء الخير. بالتأكيد أنه هناك أطراف كثيرة لا تريد الوضع الحالي في عدن وهو تواجد رئيس الجمهورية وتواجد الحكومة وتحديد دور الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية في مدينة عدن وحالة الأمن والاستقرار والنجاحات التي استطاعت تحقيقها الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في فرض حالة الأمن ومكافحة يعني الجماعات المتطرفة. لذلك تسعى
بالضرب في أوساط المدنيين، حتى تقول أنه أن عدن المدينة ليست آمنة. وكما تتابعون في الماضي كانت هناك عمليات إرهابية تتم بشكل كبير ومكثف، لكن في الآونة الأخيرة استطاعت الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية أن تفرض إلى حد كبير نوع من الأمن والاستقرار في مدينة عدن، وتواجدت الدولة بكل أركانها سواء المؤسسة الرئاسية أو الحكومية. نعم سيد راجح، ولكن مع تكرر مثل هذه العمليات، عفوا على المقاطعة، ولكن مع تكرر مثل هذه العمليات فعلا تصبح عدن والمناطق الخاضعة تحت سيطرتكم غير آمنة؟ لا نستطيع أن نقول هذا أنها غير آمنة، يعني هذه عمليات كانت كما قلت في السابق تتم بشكل يومي أو بشكل أسبوعي، الآن فترات طويلة لا تحدث مثل هذه العمليات، وتحدث عمليات انتحارية تحدث في أوساط المدنيين وتجمعات المدنيين، عمليات إرهابية تريد أن تقول للعالم أنه هذه الجماعات المتطرفة التي لديها أجندات خاصة بها أنه نحن موجودين. عملية الأمس عملية تريد لفت الأنظار فقط، يعني استهدفت مجموعة من المدنيين يتجمعون أمام أحد المعسكرات للبحث عن فرص الالتحاق بقوات الجيش. نعم، إذن يرى البعض أن مثل هذه العمليات قد تدفع الحكومة إلى العودة مجددا إلى الرياض، نظرا إلى التجارب السابقة هل ستبقون في عدن أم أن الأوضاع الأمنية قد تدفعكم للمغادرة عدن مجددا؟ الحكومة موجودة في عدن منذ فترة طويلة، ولو لم تغادر في ظل ظروف أصعب من هذه الظروف، عندما كانت تقوم هذه الجماعات الإرهابية بعمليات كبيرة وتستهدف مؤسسات الدولة ومقرات الحكومة. الحكومة باقية في عدن، عدن هي عاصمة مؤقتة لليمن، المؤسسات الحكومية الآن تعمل من عدن، تم تفعيل الجهاز المصرفي وخاصة البنك المركزي، مكاتب الوزارات، الرئيس شخصيا متواجد في عدن ويشرف على هذه العمليات، لن يغادر عدن أحد، عدن مدينة آمنة تعيش في ظل أمن واستقرار كبير. العمليات الأمنية العمليات الإرهابية تراجعت بشكل كبير جدا جدا، لم تعد عدن مسرح لتلك الجماعات الإرهابية، عدن تحظى بأمن والحياة تطبعت بشكل كبير في عدن، واستطاعت عدن أن تخرج من حالة الحرب التي كانت تعيشها. نعم، إذا سيد راجح، تزامن هذا التفجير الأخير كما ذكرت أنت بعد فترة هدوء نسبية، وتزامن هذا مع قول الأمم المتحدة أنها ستبدأ بدراسة الأوضاع الأمنية في عدن بما يسمح بنقل بعض مكاتبها إلى هناك بطلب من الحكومة ومنكم شخصيا، هل ستؤثر مثل هذه العمليات على هذا الملف؟ أنا لا أعتقد أنه ما حدث بالأمس سيؤثر على سير هذا الطلب الذي تقدمنا به للأمم المتحدة لفتح عدد من مكاتب بعض المنظمات التي تتبعها في العاصمة المؤقتة عدن. الكل يعرف أنه مثل هذه العمليات تحدث في كثير من الدول، مثل هذه العمليات الانتحارية التي تستهدف مدنيين تحدث في أقوى البلدان. كما قلت عدن كانت تستهدف فيها مؤسسات ومقرات الحكومة نفسها، لكن الآن يعني ولله الحمد لم تعد عدن مسرح لهذه الجماعات، وأهداف هذه الجماعات المسلحة كما قلت الآن أصبحت تستهدف المدنيين المسالمين الأمن، وهذا دليل الضعف ودليل تراجع. وعدن من يزور عدن الآن يلاحظ الفارق الكبير بينما كانت عليه عقد خروج ميليشيات الحوثي وصالح وتحريرها من قبضة هذه الميليشيات، وكيف هو الوضع الأمني الآن والمعيشي في مدينة عدن. نعم سيد راجح، بهذا الخصوص هل أنتم كحكومة شرعية تلقيتم طلبات رسمية من المنظمات بالانتقال إلى عدن، وهل البنية التحتية في عدن قابلة لذلك تسمح بالأمر؟ هناك كثير من الوعود تلقيناها من كثير من المنظمات، سواء المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية. نعم. ونحن ننتظر البعض منها ينتقل خلال الفترة القليلة القادمة. عدن مهيئة، وسواء من حيث بنيتها التحتية، صحيح أنها ليست كما كانت قبل الحرب،
لكن بعض المنظمات مهم جدا وجودها في هذه الفتره، وهي فتره مرحله اعاده الاعمار ومرحله اعاده تطبيع الحياه الى مدينه عدن. لذلك لابد ان تكون هذه المنظمات وهذه الجمعيات متواجده في مدينه عدن لكي تساعد الحكومة وتساعد السلطة المحلية في مهامها. نعم سيد راجح، هنالك من يتحدث عن أن لا وجود لسيطرة كاملة للحكومة على الأجهزة الأمنية، وهذا ما يسمح أو ما ينذر بوجود تدخل في هذه الأجهزة وما يسبب تكرار لهذه الحوادث والاختراقات وهذه الحوادث الأمنية في عدن وفي المناطق التي تخضع لسيطرتكم. عفوا لم أسمع السؤال بشكل واضح. سيد راجح، هنالك من يتحدث بأنه لا توجد سيطرة كاملة للحكومة الشرعية على الأجهزة الأمنية، وهذا ما يوضح أن هنالك وجود اختراق ويسمح بالاختراقات لهذه الأجهزة الأمنية، وهذا ما يتضح من تكرار العمليات الإرهابية في هذه المناطق. اعتقد انه الرد البسيط على السؤال انه لو لم تكن لدينا ثقه بكفاءه وقدره الاجهزه الامنيه وقوات الجيش في مدينه عدن لما غمرت كل مؤسسات الرئاسه وعلى راسها الاخ رئيس الجمهوريه والاخ رئيس الوزراء وبقيه الحكومه بالتواجد والعيش في مدينه عدن. التواجد يدحض مثل هذه الادعاءات والشائعات التي تحاول بعض الاطراف ترويجها وتسويقها للرأي العام الدولي. نعم، إذن سيد راجح بادي الناطق باسم الحكومة كنت معنا من المكلا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا من عدن رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الصحفي فتحي بالأزرق. مرحبا بك سيد فتحي. أهلا بك وبجميع مشاهدي قناة فتحي. أهلا بك سيد فتحي. مؤخرا كانت العمليات الإرهابية التي تستهدف عدن قد تراجعت ولاحظت عدن هدوء نسبي، ثم جاءت عملية الأمس، إلى ما يمكن أن تشير عودة العمليات الإرهابية برأيك؟ الحقيقة أن الوضع العام في عدن تحسن بشكل كبير خلال العام الماضي أو ربما خلال السبعة أو ثمانية أشهر الماضية. هناك جهد أمني حقيقي يحدث في عدن، وهناك قوات أمنية تعمل على مدار الساعة لتعقب الجماعات المسلحة والإرهابية على وجه الخصوص، لكن آلية العمل الأمنية بشكل كامل في عدن الحقيقة أنها بحاجة إلى إعادة ترميم أو إعادة مراجعة بشكل كامل. هناك معسكرات للجيش، وهناك معسكرات للأمن، وهناك عمل للمقاومة، وهناك خليط من الجماعات المسلحة التي تدعي أو تطلق على نفسها مقاومة أو خلافة. كل هذه الفصائل المسلحة لا تزال تعمل داخل عدن، وهذا العمل العشوائي أثر بشكل كبير على الحالة الأمنية في عدن. نعم، هناك جهد أمني يبذل من قبل قوات الأمن بجميع تخصصاتها، لكن الوضع العام في عدن كمدينة لا تزال تستقبل المئات المسلحين من جبهات الفصائل المسلحة المختلفة. كل هذا الوضع يفتح المجال لأي طرف مسلح أو جماعة مسلحة تريد أن تضرب الأمن في عدن. تحدثنا أكثر من مرة وقلنا أن الوضع الأمني في عدن هو بحاجة لإخراج جميع هؤلاء المسلحين، جميع هذه الفصائل، وتسليم مفاتيح الأمن إلى إدارة أمنية واحدة، وتسليم مفاتيح قوات الجيش إلى قوة عسكرية واحدة، بحيث أنه يكون هناك عمل أمني منظم يمكن الاعتماد عليها. لدينا حاليا في عدن اكثر من جهاز امني يعمل، وللاسف شديد ان هذه الاجهزه الامنيه لا تنسق فيما بينها بشكل كبير، وهناك لدينا معسكرات للجيش، كل معسكر يتبع فصيل معين من المقاومه او الجيش الوطني ولا ينسق في عمله مع الطرف الاخر. هذه الاشكاليه اذا حلت خلال الفتره القادمه انا شخصيا أرى أن الأمن يمكن أن يتحسن بشكل كبير وأن تدور عجلة الأمن، لكن طالما بقت كل هذه الفصائل المسلحة موجودة، كل هذه التشكيلات، كل هذه القوى العسكرية موجودة في عدن، نعم. إذا سيد فتحي، هذا التضارب الذي تتحدث عنه ألم تلحظه الحكومة؟ لم تسعى إلى معالجته؟ يعني برأيك لماذا يستمر؟
الحقيقة يستمر لأنه الحكومة الشرعية ضعيفة الأداء بشكل كبير في عدن، وللأسف الشديد غالبية هذه القوى المسلحة لا تخضع بشكل كبير وحقيقي للحكومة الشرعية، ولو أنها خضعت للحكومة الشرعية لفعت لتنظيفها. لذلك غياب رابط الوصل الحقيقي بين الحكومة الشرعية الممثلة بقيادة المطلع العسكري الرابع بوزارة الدفاع بهيئة الأركان العامة برئاسة الجمهورية، غياب الرابط الحقيقي بين هذه القوى المسلحة والكيانات وبين الحكومة الممثلة بالرئيس هذه تسبب في حالة العزلة، وحالة العزلة هذه تسببت أن كل لواء يعمل بشكل منفرد وكل معسكر يعمل بشكل منفرد. والواجب والحقيقي والضروري في عدن هو أن تتم عملية وصل حقيقية بين هذه الكيانات المسلحة وبين الحكومة الشرعية، بحيث أنه يتم تنظيم العمل، يحس الناس أن القوات العسكرية التي موجودة في معسكر بدر أو في الصولبان أو في أي معسكر آخر في عدن هي منظمة فيما بينها، هي مترابطة، يحس المواطن أنه أو يحس حتى الموظف الحكومي أو تحس كل الناس أن كل هذه القوى متناسقة، لكن للأسف الشديد كل طرف يعمل بشكل منفصل. في المقابل هناك جهد لا يمكن إنكاره تقوم به السلطة المحلية وإدارة الأمن وبعض قوات الحزام الأمني لإعادة تركيب الوضع العام في عدن، لكن هذا الجهد سيظل قاصرا في حال ما ظلت كل الأطراف الأخرى مسلحة وتجوب بالمئات من مسلحيها الشوارع. لذلك نحن ندعو عبر قناتكم إلى تكامل الجهد الأمني والعسكري في عدن، دون ما تكامل الجهد الأمني والعسكري في عدن لن يصل الجميع إلى أي استقرار أمني خلال الأشهر القادمة. نعم، إذن أستاذ فتحي ابقى معي واسمح لي لأن ينضم إلينا من الرياض الباحث في الشؤون الأمنية وليد الأثوري. مرحبا بك سيد وليد. أهلا وسهلا بك أنت وجميع المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد وليد. تحدث معي الصحفي فتحي بالأزرق عن أن هنالك جهد أمني مشتت، ليس هنالك تنسيق وقوى متناثرة في المناطق خاصة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وأردف ذلك إلى أن سببه وهن أو ضعف الأداء الحكومي. ما هو تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعيني أول أتحدث الرحمة على الشهداء ودعانا الشفاء للجرحى. أولا بالنسبة للعمل الأمني هو عبارة عن حزمة إجراءات أمنية متكاملة تحتاج إلى جزء من التنظيم. بالعادة تحدث مثل هذه الحوادث في المدن الاعتيادية التي توجد فيها أجهزة أمنية، وما بالك في مدن تحررت نتيجة إصابات دمرت فيها كل الأجهزة الأمنية. بدأت خلال سنة تبني الأجهزة الأمنية في عدن تبني أساسا أو تبني أجهزتها المختلفة بشكل تدريجي، وهناك مؤشرات واضحة عن تحسن ملحوظ للأمن في عدن، وهذا لا أعتقد لا ينكره إلا جاحد. لكن دعني أقول لك بأن سر واحدة من أهم أسرار نجاح العمل الأمني يعتمد على المعلومة وإدارة المعلومة. نحن ليس بحاجة إلى قوة بشرية، وبقدر ما نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات الخاصة التي قادرة على رصد المعلومة والتعامل معها استباقا لأي أحداث قد تعرض أو تخل بالأمن والاستقرار. هذه الحادثة حدثت بعد أعتقد استقرار بأما أكثر من 4 أشهر لم نرصد أي حالة تفجير، لكن هناك يجب على الأجهزة الأمنية أن تتدارك أو تأخذ من الخبرات السابقة. من المعيب أن تحدث نفس العملية في نفس المكان أو بمكان آخر وبنفس الطريقة وبنفس الآلية لتجمع أفراد بهذا الشكل. هناك حاجة ما يسمى بتوزيع المخاطر في حالة التعاطي مع الواقع وفقا للمتغيرات. هناك واقع واضح وهناك تهديدات محتملة للقاعدة أو تنظيم داعش أو لجماعات يستخدمها علي عبد الله صالح بشكل مباشر بحكم الدولة العميقة. سيد وليد بحديثك عن تنظيم الدولة، إلى ماذا يشير مسارعة التنظيم إلى تبني مثل هكذا عمليات؟ عزيزتي من الطبيعي أن يعني يتبنى التنظيمات الإرهابية علي عبد الله صالح خلال الفترة الماضية أدار أجهزة أو أدار التنظيمات بشكل
وفق سياسته في حكم الدولة حاليا ليس من المستبعد بل من الطبيعي أن تكون هذه التنظيمات الإرهابية التي تعبر بقناعتها عن مهاجمة ما يسمى بالروافض تهاجم عدن. كيف هي تهاجم الروافض في عدن فيما تبقى صعدة وصنعاء المعقل الأساسي لهؤلاء الذي يدعون محاربتهم في مأمن من شرهم؟ هذه معادلة غير قابلة للقياس على الإطلاق، يجب أن يدركها العقل. لكن ما يدور تحديدا هناك قدرة أو استخدام أدوات علي عبد الله صالح بطريقة عن طريق التنظيمات بشكل مباشر أو غير مباشر، لكنها بالأخير عندما نتحدث عن أي حادثة معينة أو عمل إرهابي معين ننظر من هو المستفيد الأول والأخير من هذه الحادثة، من هو المبتسم الأكثر ابتسامة لمثل هذه الحوادث والتي ما زال يهدد الأمن والاستقرار في عدن. أعتقد الذي كان يرسل الطائرات في وقت سابق إلى قصر المعاشير هو من يرسل المفخخات حاليا على الأرض لعدم لانعدام هذه الأدوات التي كانت بيده. عندما أزاحت التحالف الطيران عليه لم يستطيع أن يستخدمها، عندما تبقى معه الأرض التي يستطيع استخدامها من خلال المفخخات وعناصره المرتبطة بأجهزة التنظيمات، وهذه أجهزة أو تنظيمات إرهابية تعتمد عليها سياسة الدول كما نعلم في تنفيذ سياساتها أمام المجتمعات المحلية. نعم، إذن سيد وليد الدولي. نعم، اسمح لي أن أنقل هذا التساؤل إلى سيد فتحي بالأزرق. سيد فتحي، لعلك استمعت لحديث السيد وليد، برأيك ما مدى أو هل ما زال علي عبد الله صالح يمتلك القدرة على تهديد الأمن في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة؟ بالتأكيد لا خلاف بالمطلق وبالعقل أن صالح والأطراف الموالية هي من تقف خلف عملية التغيير في عدن وفي المحافظات المحررة. صالح والحوثيون حينما فشلوا في إخضاع المناطق المحررة بقوة السلاح لجأوا إلى عملية التفجير بالمفخخات والجماعات المسلحة المتطرفة، لأنه بالعقل والمنطق في صنعاء عصر اليوم احتشد مئات الآلاف لم تفجر قنبلة واحدة، وأنا هنا لا أدعو لقتل أحد ولا وحاشا لله أن نكون من دعاة القتل، لكن فقط أضرب مثال أنه هذه الجماعات المتطرفة التي تحدث أنها تواجه ما تسميهم الروافض والكفرة، وهذا هي لا تستهدف صنعاء بالمطلق، هي لا تستهدف صعدة، هي لا تستهدف أي منطقة من المناطق التي يسيطر عليها صالح والحوثيون. لذلك التأكيد على أن صالح لا يزال يملك قدرة تحريك الكثير من العناصر المسلحة التابعة له في محافظة الجنوب ومحافظة المحرر بشكل كامل، هو تأكيد حقيقي على أن الرجل هو يقف خلف الكثير من الأعمال المسلحة التي قد تحدث في هذه المناطق. نعم، وهذا ما يدفعنا للتساؤل، لماذا هذه الجماعات التي تتبنى تنظيم الدولة تتبنى هذه العمليات تنفذ هذه العمليات الإرهابية في المناطق التي تتواجد هي فيها، وبما أن عدو تنظيم الدولة الأول هم الحوثيين، إذن لماذا لا من الطبيعي ومن المنطقة أن تنفذ هذه العمليات في المناطق التي يسيطرون عليها الحوثيون؟ بالضبط، هذا شيء واضح، والكل تحدث في وسائل الإعلام، تحدث في المنتديات السياسية، تحدث في كل أنحاء العملية الحياة السياسية في اليمن، وتساءل لماذا هذه الجماعات المسلحة فقط تستهدف المحافظات المحررة؟ لماذا لم نشاهد قط أي عملية مسلحة لهذه الجماعات هناك؟ هذا تأكيد واضح وحقيقي أن صالح هو الداعم الأول للجماعات الإرهابية، وأنه يقف خلف هذه الجماعات وهو من أنشاها وهو من مولها وهو من دفعها لضرب اليمن طوال المراحل السابقة منذ التسعينات وحتى هذه اللحظة. لذلك هذا التأكيد واضح وحقيقي للمجتمع الدولي بأن الإرهاب الذي يخيف صالح في العالم هو من يموله وهو من يقف خلفه. نعم سيد فتحي، دعني أعود للسيد وليد الأسوري. سيد وليد، وأنت تحدثت عن أهمية المعلومة ومراكز المتخصصة بذلك المتتبع لسير العمليات الإرهابية، أن هنالك تحديد ودقة عالية في يعني تنفيذها بما يوحي أن هذه الجماعات تمتلك معلومات دقيقة عن مسار وتحركات الشخصيات التي تقوم باستهدافها، ألا ينبئ ذلك بوجود اختراق داخل الأجهزة الأمنية للحكومة؟
احنا اعتقد ان العمليه كانت واضحه، هناك تجمع لجنود وهذه كانت مكشوفه واعتقد ليس بالسريه، لكن ما كان يجب على الاجهزه الامنيه والقيادات الامنيه ان تتوقع الحذر في مثل هكذا تجمعات. اعتقد حاليا سيبدا صرف المرتبات، هناك اليه قد ستحدث كثير من التفجيرات او ستؤدي الى كثير من الاخلالات الامنيه خلال المرحله القادمه، فيما اذا تم صرف المرتبات بالطريقه التقليديه من خلال لجان تنزل لصرف المرتبات وتجميع الناس بشكل جماعات. اعتقد نحن بحاجه الى استخدام اليه ان تكون اللجان، على سبيل المثال ان تكون اللجان هي تعمل عمل اداري بعد فيما يتم توزيع المرتبات او المبالغ الماليه عن طريق المصارف الماليه، وبهذه الطريقه سوف اكون قد وزعت المخاطر، لان كل واحد سيتجه لاستلام راتبه بوقت مختلف ولن يكون هناك تجمعات، وبالتالي لن يكون هناك فرصه امام هذه الجماعات بتنفيذ مثل هذه الجرائم. نحن لا نتحدث عن اختراق بقد ما نتحدث عن طريقه اعتياديه او طريقه تقليديه في عمليه حشد الناس. هذه المرحله لا تحتاج الى تجميع الناس امام عدو متربص بهم في اي لحظه قادر على استهدافهم او تنفيذ مثل هذه العمليات الارهابيه. نحن نحتاج الى اداره اكثر ذكاء من هؤلاء الناس الذين يتعطشون للدماء والذين يعتقدون بداخل انفسهم بانهم سيدخلون الجنه امام تنفيذ هذه الجرائم الارهابيه، فيما يستعد صالح في كل لحظات الى دعم مثل هذه الاعمال الارهابيه. نحن بحاجه، ليس الموضوع اختراق، الموضوع كل ما يجب ان تقوم به الاجهزه الامنيه ان تعمل بشكل اكثر ذكاء وان تدعم الاجهزه الامنيه وتغير من ادواتها وان تستخدم ادوات مختلفه لتحقيق الامن والاستقرار، وان تعزز من اجراءاتها الامنيه حتى تصل الى تنفيذ اجراءات بالاخير تخدم المجتمع، الى ضبط خارطه خاصه بالحركه السكانيه في المدينه لنعرف توجه كل شخص في مثل هذه المرحله نتيجه للظروف الامنيه، لاننا بحاجه ماسه الى رفع سقف او رفع سقف الاجراءات الامنيه الى اعلى مستويات لخلق امن واستقرار، وهو ما سيعكس بدوره على بقيه المناطق ايضا. نعم، اذا سيد وليد الثوري الباحث في الشؤون الامنيه كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. وبالعوده اليك سيد فتحي، لو تحدثنا عن دور التحالف سيد فتحي، اين هو دور التحالف في الدعم اللوجستي وغيره في مسانده الحكومه لتطبيع الحياه وعوده الامن في عدن والمناطق التي تخضع لسيطرتهم؟ الحقيقة أن دول التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قدموا الكثير للمحافظات المحررة، وهذا أمر لا يمكن إنكاره بالمطلق. هذه الدول قدمت الكثير منذ بدء الحرب وحتى اليوم، لكن المؤسف في الأمر بأن عطاء دول التحالف فيما يخص الجانب العسكري والأمني كان عطاء دون ما دلاية أو بصيرة. نحن بحاجة إلى من يدعم مناطق المحررات، لكن يجب ان يكون هذا الدعم موجه بشكل سليم، موجه صوب تاسيس معسكرات حقيقيه للجيش، معسكرات امنيه للامن، تتدخل قوات التحالف عبر ما تملكه من قوه وسيطره او حضور سياسي لدى الحكومه الشرعيه، لتقول كلمه واضحه بان هذا الدعم يجب ان يتوجه صوب انشاء معسكرات حقيقيه للجيش. انا تحدثت هذا اليوم وقلت انه يجب ان يكون هناك معسكرات منظمه للجيش، اي بما معناه ان يكون هناك توجه حقيقي من قبل دول التحالف من قبل الحكومه الشرعيه لايجاد معسكرات حقيقيه. ما يوجد في عدن حاليا هو معسكرات تتبع ابو فلان الفلاني وتبع القائد الفلاني وتبع كذا كذا، هذه الاشياء لا نريدها في عدن، نحن نريد قوات امنيه منظمه تتبع اداره الامن في عدن، ونريد قوات عسكريه منظمه تتبع وزاره الدفاع وقياده المنطقه العسكريه الرابعه. هذا الدعم الذي توجهه دول التحالف سيضيء الى المجهول والى الفوضى في حال ما لم يكن منظم. سيد فتحي باختصار، للاسف لم يعد لدي وقت، باختصار سيد فتحي في اقل من دقيقه، ما الذي تحتاجه الحكومه والسلطه الشرعيه لتثبيت الامن للمناطق التي تخضع لسيطرتها؟
باختصار شديد، عدن والحكومة الشرعية بحاجة إلى تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وعمل قوات الجيش. في حال ما لم تستطيع توجيه عملها بشكل منظم، فأعتقد أن القضاء ستتواصل. لكن نحن نتأمل بأن تتوجه الحكومة الشرعية خلال الفترة القادمة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار عبر مؤسسات الدولة الحقيقية وليس عبر الميليشيا. نعم، إذن رئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بالأزرق، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من المكلا الناطق باسم الحكومة سيد راجح بادي، وكان معي من الرياض الباحث في الشؤون الأمنية وليد الأثوري، وكان معي أيضا من عدن الصحفي فتحي بالأزرق رئيس تحرير عدن الغد. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم على خير.